ولي العهد السعودي في أمريكا يقود مستقبل الاقتصاد السعودي نحو المراتب الأولى عالميا، والجرب ينتشر في مدارس مكة، وبرنامج يا هلا يكشف أدق التفاصيل. وأيضا معنا في هذا المساء الأفلام السعودية في هوليود، حضور وثقة ونجاح، هذه الموضوعات بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة تشاهدون هذا المساء في يا هلا. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. الأمير محمد بن سلمان في أمريكا، اتفاقيات اقتصادية كبرى تدعم مشروع السعودية الطموح في المستقبل، نخطو بثبات ونصل بقوة ونؤسس بثقة دائما وأبدا، لن نشيخ وفينا محمد. منذ أيام وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خضم زيارة تاريخية في أمريكا سعيا لبناء سعودية جديدة ومستقبل أفضل لأبناء الوطن. هذه الزيارة حملت في جعبتها العديد من الاتفاقيات والزيارات لبعض الشخصيات والشركات المهمة، والتي ستلقي بظلالها على العديد من النواحي الاقتصادية المهمة في المملكة. مشروع الطاقة الشمسية يعد اليوم أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، النفط الجديد، ويخلق هذا المشروع أكثر من 100,000 فرصة عمل. الصناعة العسكرية كذلك كان لها نصيب في هذه الزيارة، حيث تم التأسيس لمشروع ضخم تصل نسبة التوطين فيه إلى 55%. كما التقى الأمير محمد بن سلمان برئيس شركة مايكروسوفت لتبادل الحديث حول التعاون بشأن التدريب والتأهيل الكفاءات الوطنية ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة وفقا لرؤية السعودية 2030. وخلال الزيارة التقى ولي العهد بالعديد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة، بيل غيتس ومؤسس أمازون ومؤسس فيرجن جلاكتيك. كما بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع شركة وارنر براذرز فرص الشراكة الواعدة في المجالات الإعلامية والترفيهية والثقافية وتدريب الشباب السعودي. كما اطلع الأمير محمد بن سلمان على عرض عن شركة ماجيك ليب ومنتجاتها، ويستعرض مع رئيسها فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة في البنية التحتية في عدد من المشاريع في المملكة. شكرا للزميل فهد المسعودي، يسعدني أن ينضم إلي في الاستوديو المستشار الاقتصادي الأستاذ برجس البرجس. أستاذ برجس حياك الله في أهلا، شكرا لتجاوبك مع دعوتنا. الله يحييك وبارك فيك إن شاء الله. يعني كثير من الاتفاقيات الاقتصادية بنتطرق لها اتفاقية وبعد أخرى، لكن كمستشار اقتصادي ما أهم اتفاقية وقعت منذ بداية الزيارة حتى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمس عليك وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة الاتفاقيات يعني ربما الأكبر، ولكلها مهمة، ولكن ربما الأكبر هو برامج الطاقة الشمسية وأيضا الصناعات وتوطين الصناعات العسكرية. هذه هي الأكبر، ولكن جميع البرامج هي يعني في تقريبا تتساوى في الأهمية. جميل، لماذا هي الأكبر؟ خلنا نأخذ مشروع الطاقة الشمسية. أنا أشوف مشروع الطاقة الشمسية أنت تتحدث عن برنامج مثل ما سمي بالإعلام النفط الجديد. يعني هو في انا عندي مقال غدا ولا بعد الغد الخميس تحدث على انه السعوديه لعبت دور مهم في ال 85 سنه الماضيه في اسواق النفط او التبادل التجاري في النفط ما بين الدول. كانت المصدر الاكبر وكانت المؤمن الاكثر لهذا يعني لهذه السلعه. المرحله القادمه هي مرحله تغيير. ربما النفط لن يعيش فترات طويلة، وذلك نحن نعمد الآن على استغلال موارد أخرى
ما فيها الرمال والشمس التي يعني ننتج منها الطاقة الشمسية والألواح الطاقة الشمسية. ربما أن السعودية الآن حسب البرامج اللي موجودة ستكون المؤثر الأكبر في هذا القطاع، ستكون ربما التي ستلعب دور كبير في هذا المجال بحكم أنه عندها الشمس، عندها السيليكا والرمال، عندها برضو بعض المنتجات زي النحاس والأسلاك الكهربائية، وأيضا الغاز اللي يستخدم في تجهيز بعض هذه الأدوات. الآن الفكرة، أسمح لي، الفكرة أن السعودية لن تعمل بدور المصنع فقط، لا، ستعمل مركز كبير للبحوث والدراسات في هذا المجال، ستتخصص ربما في هذا المجال أكثر من الدول غيرها. أكثر الدول الأخرى لا تواجه مشكلة، ترى ما في مشكلة في الكهرباء إلا في السعودية الآن كمنتج، لأنه ننتج من النفط. الدول الأخرى تنتج من 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 بعضها ينتج من الهايدرو المياه، بعضها ينتج من الفحم، بعضهم ينتج من النووي، تكنولوجيات متقدمة. ولكن السعودية ربما تلعب هذا الدور، ووجود السعودية في منطقة ما بين أوروبا وأفريقيا وآسيا تعطيها ميزة أنها ربما تكون هي الدولة المغذية للكهرباء في الدولتين الكبيرة اللي هم ثلث سكان العالم، الهند والصين. جميل جدا. طيب، في رؤية معينة، ما أعرف إذا كان طرحها منطقي ولا لا، لكن أنت صاحب اختصاص، مع صاحب اهتمام، صاحب اهتمام خلنا نقول، نعم. طيب، مع وجود هذا المشروع اليوم، كيف راح يكون الانعكاس على قوة إنتاج النفط مع كل ما سيوفر من بديل اليوم في استخدام الطاقة؟ شوف، مستقبل النفط هي معادلة فيها متغيرات كثيرة، ولكن بكل الأحوال لن ترمي بكل ما عندك الآن بالنفط على يعني تحسبا أنه والله سأستغني عنه بعد 20 أو 30 أو 40 سنة. لا، هو لابد من استغلال موارد أخرى موازية ومواكبة. لا تنسى أن الكهرباء إذا نظرنا لها في مستوى، ليست كمستوى النفط. النفط هو مغذي لإنتاج الكهرباء ومغذي لوقود السيارات. الشمس أوكي هو أحد الكهرباء هي من الطاقة الشمسية، هو أحد المنتجات للنفط، ولكنه في نفس الوقت يستخدم، قد يكون مستخدم بشكل كبير لوقود السيارات، السيارات الكهربائية. فهذا يعني احنا بالعامية نقول الزبون حقنا هي السيارات. إذا الزبون الآن تمرد، ها، فسيتمرد غالبا للكهرباء، سنكون احنا منتجين الكهرباء. طيب، جميل جدا. الاتفاقية الثانية اللي هي توطين 55% من صناعة المقاتلات العسكرية، نعم. كيف تقرأ أهمية هذه الاتفاقية؟ والله شوف، أنا تفاجأت كثيرا أنه في عندنا شركة هنا الإلكترونيات المتقدمة توطن تقنيات عالية في القطاعات العسكرية وبالذات في الطائرات، تصل إلى 80%. يعني هي موطنة اليوم تقنيات متقدمة، ليس صعب، شباب سعوديين من جامعات سعودية، مهندسين ذكور وإناث يعملون في هذا المجال. أعتقد يمكن عددها 1000 ولا 1300 موظف. لابد، يعني شوف، كل ما استوردت أنت من الخارج كل ما كان عندك هدر في الوظائف، حرمت الأبناء والبنات من الأعمال هذه، استوردت التقنيات العالية وأبقيت لنفسك الأعمال البسيطة اللي هي كلها ستندثر اصلا، تتحول الى برامج بالجوالات هذه، الاعمال في الاماكن التجزئه والمطاعم والاشياء هذه كلها يمكن 10 سنوات بالكثير تتحول الى تطبيق واحد وانتهى الموضوع، ويستغنى عن هذه الوظائف. او بالاحرى احنا الان اساسا في البيوت عندنا بناتنا اولادنا ما يشترون مثلنا، يروح للسوق يشتري، لا، يطلب من الاونلاين وانتهى الموضوع. فأهمية التوطين في القطاع العسكري هو في المقام الأول هو أمني، مهم جدا لما تتكلم عن بناء التكنولوجيا وبناء المعرفة داخليا في القطاع العسكري. لماذا؟ لأنه أنت الكوادر الأجنبية اللي بتجيبها عندك أو بتورد لك المعدات العسكرية أنت قد تدخل معها في خلاف أساسا. فجميع الدول اللي عندها مخاطر مثل السعودية، السعودية محاطة بدول كثيرة ومنطقة، وفيه يعني ضعف شوية في الاستابيليتي، الاستقرار في عندنا، يعني لا المنطقة شمال السعودية الاستقرار ضعيف جدا، إيران من الشرق، اليمن من هنا. فلا بد، يعني لا بد أن نحترف
ونمتهن هذه الصناعة بالذات الصناعة العسكرية. تحدث عنها الأمير بشكل كبير الأمير محمد بن سلمان، ونحن من الدول يمكن الرابعة الأكبر صحيح. استيرادا أو الأكبر تصنيعا أو انفاقا الأكبر انفاقا في القطاع العسكري. وحقيقة أنه هذا واحد من هواجس الأمير لو نذكر من أول لقاء عرض نعم. الأمير محمد بن سلمان وهو يشير إلى هذه النقطة. نعم. طيب قبل ما أروح للاتفاقيات اللي بعدها اليوم، يعني سؤال الناس البسيطة اللي بعيدة شوي عن اهتمامه واختصاص الاقتصاد، متى وكيف راح نلمس أثر كل هذه الاتفاقيات على الاقتصاد السعودي أو السوق السعودي عندنا؟ شوف، هو جميل أنه أنت سألت السؤال هذا. كل من لا يعمل اليوم من حقه أن يعبر عن رأيه ويطالب بالوظيفة اللي هي ما ليست متوفرة الآن، ولو تقول له أصبر ما راح يصبر لأن العمر يمشي. كل من لم يستطيع بناء منزل إلى الآن، سواء ينتظر الصندوق العقاري أو ينتظر انخفاض أسعار العقار، من حقه أن يطالب. ونحن لا نتحدث عن هؤلاء، وهذه من أقل حقوقهم المطالبة بهذه الأعمال. ولكن لما تتكلم عن بناء اقتصاد متكامل، لابد أن يكون البناء قوي. الوعود اللي أعطاها الأمير الآن واللي جابها للسعودية هي ما كنا نطالب به بالسنوات الماضية بشكل كبير. كنا نطالب بالصناعات المتقدمة، نطالب بالتكنولوجيا، نطالب ب يعني صناعة الفكر في الجامعات وفي المصانع وفي الأعمال. كنا نطالب بخفض الواردات بشكل كبير. هذا ما يتحدث عنه الأمير الآن، يتحدث مع أفضل الشركات، يتحدث مع شركات التكنولوجيا. يعني كل يوم نصحى صباح ونقرأ أنه زار أمازون، زار بوينغ، زار يعني جاور السعيد وتسعد ها، ذهب إلى أفضل الشركات العالمية ووقع معهم اتفاقيات واتفاقيات تعاونية. الآن يبقى الدور علينا إحنا، يبقى الدور علينا إحنا كمؤسسات قطاع خاص، كمؤسسات تعليمية، كمؤسسات مجتمعية، كيف نحول هذه الأعمال. إحنا الآن لو جبنا الطاقة الشمسية هنا وقلنا ستوفر 100,000 وظيفة، 100,000 وظيفة هذه لابد أن الجامعات تعمل على تجهيزها من الآن، تجهيز الشباب والشابات. لابد أن نعمل على تجهيزهم في المراكز التدريبية وفي الأعمال والقطاعات الخاصة. فالدور يبقى على الطرف الآخر اللي هو إحنا المؤسسات التعليمية، المواطنين أنفسهم، تطوير الذات، هذه الأعمال كلها. لكن يجب أن لا نختزل، يجب أن نفرق وأن لا نختزل المطالبات الحالية بالوظائف. عندنا تخصصات كثيرة الآن يشتكون، نبغى وظائف، ما جاتنا وظائف التربية والتربية الخاصة صحيح. والمهندسين. أنا استضفت في البرنامج خلال الشهرين الماضية بطالة مهندسين، بطالة طيارين، بطالة حمل الشهادات عليا. أيوة. كل هؤلاء يجب أن نعمل حلول موازية. الأمير الآن يعمل على الحلول الكبيرة لبناء اقتصاد البلد وليس توفير الوظائف فقط، تطوير اقتصاد البلد اللي سيولد الوظائف. يجب على القطاعات الحالية الآن أيضا العمل موازي إلى العمل هذا بمعالجة المشاكل اللي موجودة بطريقة أو بأخرى. وإذا كان ما في حلول يجب أن نغير الفرق التي تعمل عليها، لأن الفرق الموجودة الآن واضح أنها توقفت عند المشكلة ولم تحلها ولا طلعت وقالت حنا والله حنا عاجزين حنحلها. تتكلم عن وزارة العمل؟ لا، وزارة العمل أنا عمري لا يتفق مع الكثير وأرجو أن يعذرنا الكثير، أنا لا أطالب وزارة العمل بتوفير أي وظيفة. أوف، ليش؟ لأن وزارة العمل ليست معنية بتوليد الوظائف. مين المعني؟ المعني وزارة الكهرباء، وزارة الطاقة، وزارة التجارة، وزارة الصحة. يعني أنا كوزارة عمل هل تنتظر مني أني أروح أبني مثلا مدينة طبية علشان أوفر 5,000 ولا 8,000 وظيفة صحية؟ إذا كانوا ليسوا معنيين لماذا لا يتصدون لهذا الملف؟ لا، هو خطأ كبير كتبنا فيه كثير وقلنا وضحوا لكي يتغير الضغط من داخل الوزارات ومن داخل الدولة ومن الجمهور أو الشعب، يتحول الضغط إلى القطاعات الأخرى. يعني نحن نستورد سيارات، يعني ولا تخيل الأجهزة الكهربائية، المعدات، الإلكترونيات. يعني لما تستورد هذا الجهاز أنت ضيعت فرص تصنيع لهذا الجهاز. هل وزارة العمل مطلوب منها أن تبني مصانع؟ ما تبني المصانع، مطلوب منها أنها تستطيع أنها لا. تشرع لإلزام المصانع لا. بتوطين هذه الوظائف، توطين الوظائف، بس وين المصانع؟ ما هي موجودة.
الوصانع ما هي موجودة في البلد. إيه بس أليست يا سيد برجس وزارة العمل معنية بالتشريعات اللي يمكن تقود إلى عمليات التوظيف؟ التوطين بس. طيب هذا جزء كبير. لا، في فرق كبير. التوطين الآن اللي موجود، أنت عندك 8.5 مليون. إيه؟ شيل منهم 7.5، هذا رواتبهم أقل من 3000، بقيت على 1 مليون، ربعه فقط برواتب 10000 وما فوق، والباقي مقسم من 3000 إلى 5000 تقريبا 400000، وأيضا 400 إلى 350000 من 5000 إلى 10000، هو كله 1 مليون. عدد البطالة اليوم 1 مليون، أنت داخل عندك في السنتين، في الخمس سنوات القادمة 2 مليون، 2 مليون شاب وشابة سعوديين داخلين لسوق العمل. أنت لو شلت الوافدين غير السعوديين بالكامل اللي رواتبهم فوق 3000، يا دوب تغطي البطالة الحالية. أنت عندك كل خمس سنوات 2 مليون شاب وشابة يدخلون لسوق العمل، وفي المقابل الخروج من الأعمال اللي هي التقاعد مثلا قليل جدا، يعني ما يصل ل 10%. وش الحل؟ الحل أن تعمل وزارة بالذات الوزارة الأكبر تأثيرا هي الصناعة. إيه؟ ووزارة التقنية الاتصالات وتقنية المعلومات. إيه؟ أن تعمل هذه الوزارات على تطوير القطاع الخاص بشكل كبير. موضوع القطاع الخاص لازم نتكلم عنه بعد شوية. إيه؟ أن تعمل بشكل كبير تطوير القطاع الخاص لكي يطور من الاقتصاد لتوفر الوظائف. ولكن وزارة العمل لا زالت معنية بتوظيف على الأقل البطالة الحالية، المهندسين، المحاسبين، التخصصات الأخرى، التربية الخاصة، التخصصات الصحية بشكل كبير. يعني التخصصات الصحية بكل بساطة احنا ماني عارف ليش ما احنا قادرين نعمل عليها. عندنا كم عندنا نسبة السعودة في المستشفيات الخاصة مثلا في التمريض ما تصل حتى 5%. هذا التساؤل للعمل ولا للصحة؟ هو طبعا يعمل عليها مع بعض، الصحة والعمل، ولكن أن نحمل وزارة العمل مسؤولية توليد الوظائف هذا المفهوم. أظن نحتاج تخصيص حلقة لهذا الموضوع. بس سؤال أخير فيه علشان نرجع لموضوعنا الأساسي، رؤيتك هذه أو وجهة نظرك وصلت لوزارة العمل؟ هي طبعا ردوا عليك؟ طبعا وزارة العمل، وتكلمت كتبت كثيرا لوزارة الصناعة لما كانت التجارة والصناعة، وتجاوبوا مشكورين. ولكن المعضلة الكبيرة كان الوزارات هذه لا تستطيع التحكم بالقطاع الخاص لبناء هذا العمل. الآن الجيم تغير، صار عندنا إيش الآن؟ بدأت الدولة تستثمر، حتى لي أنا مقالات حتى عناوينها استثمارات، مطالبة باستثمارات الدولة للقطاع الخاص. لن يستثمر. أنت تتكلم على استثمارات تقريبا 2 مليار ريال سنويا لكي تبني الاقتصاد. بدأت الدولة الآن بنفسها تستثمر. هي من يستثمر، صندوق الاستثمارات العامة. طيب نرجع لموضوع الاتفاقات الاقتصادية لولي العهد في أمريكا، زيارة أو لقاء بيل جيتس، أمازون، فيرجن، مجموعة. يعني هذه اللقاءات مع هؤلاء الأشخاص والشركات الكبرى ماذا تعني؟ ما الدلالات التي توصلها؟ والله شوف، احنا كنا نحلم بأن نتحدث مع الشركات الكبيرة هذه اللي هي المطورة للاقتصاد والولادة للفرص الوظيفية بشكل كبير. السعودية أرض خصبة للاستثمار، ويجب أن نعمل الشراكات هذه مع هذه الشركات الكبيرة، وأن نحول أو نستغل يعني أجزاء منها في داخل السعودية لتطوير الاقتصاد السعودي. لم نكن يوما من الأيام، أنا لو سألتني مثلا، كنت مطالب بشكل كبير بتطوير الاقتصاد، مطالب يعني في 2012 و13 و14 و15 و16 وحتى 17. لم أكن أحلم أنه في عام 2018 أن نجاور السعيد ونسعد أن نتحدث. ولكن هذا لا يعني أنه إحنا الآن ضمننا، إحنا الآن فقط وقعنا مذكرات تفاهم. مذكرة التفاهم، بعدها الاتفاقيات، بعدها جذب الاستثمار، وبعدها التنفيذ. التنفيذ الآن يعني يجب ألا ننتظر ونتفاجأ مثلا أنه عند مشروع نيوم الآن تحدث عن هاي تك، مدينة هاي تك، يعني تقنيات عالية. لا نتفاجأ إذا كانت كلها أجانب، إذا جامعاتنا ما جهزت الشباب من الآن. زين، مخرجات التعليم، أنا كتبت مقال ربما كان مقال غزلي بوزارة التعليم، لأنه فعلا إحنا أكبر حاجة محتاجينها هو تطوير التعليم.
ووزارة التعليم تقدمت الآن ودخلت في برنامج في مسابقة اسمها بيسا. اختبارات بيسا وهي ليست مطلوب منها. يعني أنا ما أدخل اختبار وأنا شبه يعني أو ما ضامن النجاح. هذه جرأة لأنها عندها برامج ورأت أن هذه البرامج جيدة وتريد أن تضع نفسها في المحك الحقيقي وتقارن نفسها مع الأعمال المتقدمة. وزارة التعليم يجب أن تطور التعليم من الابتدائي. وزارة التعليم لا ننتظر منها نتائج مستقبلية قريبة، ولكنها بدأت بتطوير المناهج العلمية، بدأت بتطوير المعلمين والمعلمات، بدأت بتطوير الأدوات، وبدأت ببرامج لديها برامج كبيرة في التطوير. الآن من يسبق من ولا كم نستطيع؟ يعني هل أنت تعتقد أنه ببساطة أن نغير ثقافة مجتمع؟ بالتأكيد ثقافة المجتمع تحتاج إلى عقود لتتغير. يعني تتكلم عن جيل من 15 إلى 20 سنة علشان تبدأ الثقافة تتغير. الثقافة الآن حنا نحاول نغيرها، هل في وظائف جاهزة؟ هنا الكلام. الوظائف الآن المهندس يتخرج أين يذهب؟ أين يعمل؟ العشرات السنين الماضية صناعة، يعني الصناعة مسكها وزراء كبار، السليم والدكتور غازي القصيب الله يرحمه والأزامل وزينل والدكتور توفيق الربيعة. لم نتحدث في يوم ما عن تغيير عن اللي نتكلم عنه الآن. كانت الصناعة تكتفي فقط بالصناعات البتروكيماويات والأساسية والصناعات الإسمنتات والأشياء البسيطة. جميل. لكن تغيير الثقافة اللي أنت تنادي بها أستاذ برجس على توفير وظائف حالية ولا على الإعداد لتهيئة الشباب للوظائف المستقبلية اللي نتوقع دخولها للسوق؟ هو برنامج التحول بيطول. أنت تتكلم يمكن إلى ما بعد 20-30 ونحن نتحول. ولكن لن ننتظر، يعني في ناس الآن أعمارها 25 متخرج من الجامعة ما راح ينتظر من الآن إلى 20-30 علشان يحصل على وظيفة. لابد من عمل برامج موازية، لابد من عمل برامج موازية لهذا الشيء. وإذا تكلمنا عن 20-30 ترى احنا ما نتكلم انه في 20-30 سننجز كل شيء، الإنجاز من الآن إلى وصول ال 20-30. نعم. يعني نتوقع انه الأشياء تكون جاهزة في وقت قريب إن شاء الله. نعم. طيب. برضو في 20-30 ترى برضو راح يكون في عندنا، يعني لن نصل في 20-30. 20-30 هي رؤيتنا زين، ولكن ضمن الرؤية انه احنا نستهدف بطالة 7%، يعني ايضا انه احنا محتاجين الى عمل ما بعد 20-30 بالضبط. ولكن 12.8 خلينا نبدا بس باذن الله تعالى، احنا متفائلين انه الوضع يتغير. طيب اليوم هذه الاتفاقيات اللي تكلمنا عنها وغيرها من الاتفاقيات، ما مدى جاهزية السوق السعودي لاستقبال هذه التغييرات عليه اليوم بهذه الضخامة؟ والله شوف، هذا المؤرق الكبير هو القطاع الخاص. كيف؟ القطاع الخاص، احنا لما نتكلم عن القطاع الخاص نتكلم عن منظومة، لا نتحدث عن محلات في المول ولا نتحدث عن مطعم ولا نتحدث عن هذه كلها اساسا الكترونية الان. يعني التاريخ، يعني الـ 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 الايام الماضية السنوات الماضية كان ببساطة تشتري الكنبة ب $200 من الصين وتبيعها هنا ب 5000 ريال، هذا ما فيه. هذا كله بيكون الآن عن طريق التليفون، تشتري وانتهى الموضوع بالكامل. بكرة تصل من يجيبوها لك من خلال أسبوع. اللي نتكلم عنه حنا نتكلم عن جاهزية القطاع الخاص لاستقبال الأعمال اللي نتكلم عنها. القطاع الخاص ما هي الجاهزية؟ الجاهزية رقم واحد الاستثمارات. لابد أن يكون في ضخ استثمارات. القطاع الخاص الآن لا يمتلك الاستثمارات اللي بيضخها، ولن يضخ استثمارات في أعمال تحتاج إلى جهد كبير، تحتاج إلى تقنيات عالية، تحتاج إلى صراع من أجل الأرباح. ما يصلح إدارة بسيطة كذا. السنوات السابقة كان حط رأس المال وتعمل أعمال بسيطة وتربح، الكل كان يربح. الآن لا، الآن تتحدث عن تحديات قوية. التحديات القوية هذه تحتاج إلى إذا تتكلم عن شركة مثلا تستثمر 200 ولا 300 مليون لابد أن يكون لديها الكفاءة لهذا الاستثمار. يعني ما هي بكل بساطة الآن سوي الشركة وخذ قرض وحط نصف رأس المال وامشي، لا، تحتاج إلى استثمارات وإلى قدرات وأيضا إلى R&D. يعني هل ستجد شركة سعودية
موجود الآن زي الإلكترونيات المتقدمة وموجود فيها الار ان دي، ولكن هل ستجد شركات الآن سعودية تقول لها تعالوا والله أنا عندي مشكلة مثلا عدادات الكهرباء هذه أنا أبغى أحولها إلى عدادات إلكترونية، بيروحوا يستوردوها من الخارج. زين، ما راح يقول والله أنا بستثمر 5 سنوات في المعامل أحط لي 200-300 شاب وشابة في المعامل يعملون على تطوير هذا المنتج من الصفر. زين، وبعدها ببدأ بالأعمال وبأخذ أدخل له 4-5 سنوات لأسترجع رأس المال وبعدين ببدأ أدخل في الأرباح. هذه ما هي ثقافة القطاع الخاص. الآن أنا بقول لك أتحدث عن الإلكترونيات المتقدمة لأني تفاجأت أنهم فازوا بعقد في أبوظبي بتمويل عدادات كهربائية صنعت في السعودية بأيدي شباب سعوديين خريجين جامعات سعودية في أبوظبي، 30,000 منزل. هذه الثقافة اللي نحتاجها واللي مفروض تكون عندنا. أيوة، ادفع ادفع ادفع، حط انتم برنامجكم وروحوا شوفوا المعمل حقهم، شوفوا كيف قاعدين يستثمرون في الار ان دي. لابد ان تستثمر في الار ان دي. جامعات عندنا اعمارها، وضح للناس الار ان دي. بس الار ان دي مراكز البحوث والتطوير. مراكز البحوث والتطوير، انت الان لما تجي شركة بوينغ ثلث موظفينها يعملون على تصميم الطائرة، الثلث يعمل على تصميم الطائرة فقط، تأخذ منه يمكن 10 سنوات على بال ما يصنع الطائرة هذه. الآن هل عندنا قطاع خاص سيستثمر هذه الأموال وينتظر سنوات طويلة لكي يجني الأرباح؟ هذه هي الولادة للفرص الوظيفية. طيب، احنا اليوم استاذ برجس ما نقدر نستغني عن القطاع الخاص بكل تأكيد، ما عندنا حل إلا التفكير في تطوير هذا القطاع. نعم. كيف يطور القطاع الخاص؟ يحتاج إلى دعم من الدولة. دعمت؟ دعم لا، بس أنت ما عندك أساسا خطط من القطاع الخاص. يعني القطاع الخاص تعال يا قطاع خاص أنت قل لي كم ستوفر من وظائف في 10 سنوات القادمة. القطاع الخاص الآن ينتظر الفرص. القطاع الخاص يستثمر في أعمال تعتمد على العمالة الرخيصة، يعني حتى بعد الدعم المليارية اللي أعطته الدولة للقطاع الخاص. أيوة طبعا، هذا الدعم الآن اللي موجود، والدولة تحاول أن تدعم الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، ولكن الشركات الكبيرة اللي تمسكت في أعمالها. هو في الحقيقة أنت لا تستطيع أن تجبر أي شخص على الاستثمار بما تريد أنت. هو براحته، هو يبغى يستثمر في أعمال التجزئة هذا من شأنه، ولكن لما نجعل الصناعات المتقدمة جذابة هذا دور الوزارة، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. لما تجعل هذا القطاع جذاب بيجي القطاع الخاص وبيستثمر. تعال أنت كدولة الآن صندوق الاستثمارات العامة حط 50%، خلي القطاع الخاص يحط 30% ومشاركة من المواطنين ب20% أسهم، سوي صندوق صناديق للصناعات المتقدمة، سوي صناديق للسياحة، سوي صناديق للترفيه، سوي صناديق للإلكترونيات. طيب، هذا واحد، دعم من الدولة. اثنين، أنت قلت في 3 شغلات يحتاجها القطاع الخاص. لا أنا ما أذكر والله إيش قلت 3، لكن هو أكبر حاجة هي الدعم، الصورة الواضحة. لا يوجد دورة الآن مثلا أكبر مشكلة عندنا هي الصناعات، أنا أكرر الصناعات بكثرة. لأننا نستورد من الخارج، نستورد من الخارج 500 مليار ريال غالبيتها العظمى من الصناعات. ما في أي يعني عندنا في الغرف التجارية والصناعية ما يعرفون إيش قاعدة تعمل الوزارة. الوزارة يجب أن تكون شفافة معهم، يجب أن تفتح الفرص لهم. الطاقة الشمسية الآن ما هي الفرص التي ستفتح للقطاع الخاص الداخلي والقطاع الخاص الخارجي، الشركات المستثمرة؟ أنا كتاجر مهما كانت تجارتي أملك رأس مال الآن، أريد أن أشارك، ما في صورة واضحة. تعال يا صناعة وقول هذه خطتي ل10 سنوات القادمة وهذه فرص الاستثمارات، افتح الصناديق وخلي الناس تستثمر معك. جميل. طيب، رجال الأعمال السعوديين ثقافتهم تجاه القطاع الخاص، دعم الدولة، السوق السعودي كافية ولا فيها مشكلة؟ أنت تتكلم عن نعم كافية، ولكن نحتاج إلى كفاءات. يعني هم حديثين، رجل الأعمال يبغى يستثمر في خطة واضحة في أرباح بيستثمر ما عنده مشكلة. الكفاءات لا، أنت تحتاج إلى كفاءات عالية.
الكفاءات المطلوبة ما هي موجودة عندنا، يعني حتى خلينا من رجال الأعمال التقنية ما هي موجودة عندنا الآن. احنا لا تبغى يعني اترك الأشياء التقنية العالية وصيانة أجهزة الأجهزة الصحية، خلينا نتكلم عن محاسبة. لو تفتح شركة وعندك محاسب وعندك 30-40 موظف وأعمال كويسة، تبغى تطور المحاسب اللي عندك توديه يدرس قوائم مالية، وين توديه؟ توديه لدبي ولا توديه القاهرة ولا إذا كثرت توديه لتركيا؟ ما في مراكز تدريب حقيقية، ما في مراكز تنتج. مسؤولية من؟ والله شوف، هي مسؤولية قطاع خاص، ولكن أيضا القطاع الخاص الآن يتخرج، يعني ما راح استثمر أنا والشباب يتخرج وما في وظائف، فبالتالي ما راح استثمر في هذا القطاع. طيب في جانب آخر برجعك لزيارة ولي العهد. اليوم لما وزراء العمل والاقتصاد والتجارة يطلعوا على التجارب الأمريكية الناجحة مثلا في القطاعات المشابهة، هل نتوقع انعكاس هذه التجربة على أداء وزاراتهم في السعودية في دعم الاقتصاد السعودي؟ والله شوف، الوزارات الآن بدأت تتحرك، كل الوزارات بدأت تتحرك، واللي ما يتحرك بيجنب. بدأنا نرى جميع يعني التنافس بشكل كبير، حتى في الإجراءات، حتى في الإجراءات، حتى في مثلا خذ وزارة العدل في المواعيد، عندهم الآن نشرة شهرية يستعرضون إنجازاتهم بشكل كبير. التحدي قائم بين القاضي والقاضي في نفس المحكمة، وبين المحكمة هذه والمحكمة الأخرى. الوزارات الآن بدأت تتحرك، ولكن جميعنا نتفق أنها تحتاج إلى وقت طويل. السؤال كيف نوازن بين الانتظار والأعمال التي نحتاجها الآن، الإسكان، العلاج، وأيضا الوظائف. هنا الموازنة اللي نحتاجها، ربما نحتاج إلى كل قطاع إلى وزارتين، وزارة للمستقبل ووزارة حالية. حلو، هذا مقترح أول مرة يطرح، لكن ليش؟ لأنه ما تستطيع، ما تعتقد أنه الحالية ممكن توصل للمستقبل؟ لا، يعني شوف، خذ وزارة العمل أو اختار أنت أي وزارة، تجدها معنية بمشكلة المعنفة اليوم، ومشكلة البطالة اليوم، ومشكلة شركة سرحت مدري إيش آخر شركة اللي سرحت موظفين، بنفس الوقت مسؤولة عن تقريبا 850 ألف أسرة من ذوي منسوبية الضمان الاجتماعي، منسوبة عن كل المعاقين في البلد، عفوا مسؤولة عنهم، ترعى جميع التوطين. والتوطين الآن تعب وزارة العمل مع جهد مع الشرطة ومع وزارة التجارة في توطين 20,000 وظيفة في الاتصالات، ومن حظهم أن الاتصالات كانوا يتجمعون في أماكن معروف مع بعض، ولا لو كانوا متفرقين كان صعب المشكلة. كيف تتكلم عن 400,000 يدخلوا سوق العمل سنويا؟ 20,000 تعبنا فيها. هل تطالب هذه الوزارة ببناء أشياء للمستقبل؟ لا تستطيع، يعني الجهد حقها كبير. هل أفهم من كلامك أنه علينا فصل مثلا المهام، أن تكون وزارتين بدل وزارة؟ والله لا، مش وزارتين، يفترض أن يكون في وكالة في كل وزارة تعني بالمستقبل. جميل، وكل وكيل كأنه وزير، يعني في صلاحياته في التعامل. طبعا طبعا، جميل جدا. أو نائب ربما. طيب أبأخذ منك كلمة أخيرة لأن الوقت انتهى معي، حول مستقبل الاقتصاد السعودي بعد هذه الاتفاقيات ونهاية زيارة الأمير بعد نهايتها. لن تكون هذه النهاية، أنا أتوقع أنه في أشياء كثيرة جاية في الطريق، أتوقع أنه في برامج أخرى أيضا يعني بيتحدث عنها. أنا ما عندي معلومات، ولكن أتوقع أن يعني هذه الأشياء اللي بدأنا نتكلم فيها هي جانب واحد، في جوانب أخرى كثيرة. أتوقع أنه لن تنتهي خلال سنتين 3 سنوات القادمة سنتفاجأ ببرامج جديدة وجديدة وجديدة. نعم. ولكن يجب أن لا يعني نأخذ البنج ونقول خلاص انتهت القصة، لا، القصة لسه بدأت. القصة الآن بدأت، لا تنتظر من الأمير أن يأتي ويقوم بالعمل عنا كوزارات وكقطاعات خاصة وكمؤسسات حكومية، أن نعمل على التنفيذ والتجهيز، تجهيز الكوادر والاستثمار في العقول البشرية. برجس البرجس، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا للأستاذ برجس البرجس. إذن متفائلون كثيرا بمستقبل الاقتصاد السعودي، النجاحات العالية التي تحصدها زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا تدفعنا إلى مضاعفة هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي. وبرجس البرجس يقول القصة بدأت الآن. بعد الفاصل مكملين معكم.
حياكم الله من جديد معنا في أهلا. تزامنا مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية، أقيمت الندوة الثانية لتقديم الأفلام السعودية القصيرة بحضور شخصيات أمريكية. مراسل يا هلا وموفد روتانا خليجية إلى أمريكا الزميل عزيز فهمي حضر هذه الندوة ووافانا بهذا التقرير. احتضنت جامعة نيويورك فيلم أكاديمي التي تعد في عاصمة السينما الأمريكية معمل تخريج الكوادر الفنية في مختلف مجالات الإنتاج السينمائي والتي اجتذبت عدد كبير من الطلاب السعوديين، احتضنت الفاعلية الثانية للهيئة العامة للثقافة لعرض الأفلام السعودية القصيرة في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود للوس أنجلوس. وكان من بين الأفلام التي عرضت فيلم جابر الذي يحكي قصة سعودية مستوحاة من أحداث حقيقية، وينظر مخرج الفيلم لمستقبل السينما السعودية بتفاؤل. رؤية 2030 رؤية جميلة كفنان وكصانع أفلام، ما كنت متوقع أنه بيجي اليوم اللي تكون السينما وصناعة السينما موجودة في السعودية. أبي الناس تشوف ثقافتنا، أبي الناس تشوف الأشياء اللي إحنا نعيشها، أبيهم يطلعون من الأخبار والستيريوتايب اللي يشوفونها من الأخبار، أوكي، ويشوفون القصص، يعرفون السعوديين وحياة السعوديين البسيطة. وشارك في الفاعلية المنتج الشهير تيد فيلد منتج فيلم جومانجي الذي أثنى على جرأة ومعالجة الأفلام السعودية. ولا يستبعد منتج فيلم جومانجي ونجوم من هوليوود أن تصبح السينما السعودية هي الموجة الجديدة في السينما العالمية. لقد كنت حكما في مهرجان ساندانس ل15 عاما، وأستطيع أن أؤكد لك أن هذه الأفلام يمكن أن تتنافس مع أي فيلم شاهدته، وهي تقدم مشاعر صادقة، ولقد حركت مشاعري بدرجة لم أعهدها من قبل. هل هناك إمكانية لعمل شراكة أمريكية سعودية؟ هذا ممكن طالما يحترم الفيلم ثقافة البلدين، هذا أمر جوهري، لأن المنتج الأمريكي لا يجب أن يملي على الشريك السعودي أي شيء عن موضوع الفيلم أو كيفية توزيعه. وأثنى الخبراء الأمريكيون على تنوع موضوعات الأفلام السعودية، وأكدوا أن المنتجين الأمريكيين سيتخطفون المواهب السعودية الصاعدة. لقد انبهرت حقا وتأثرت بالأفلام لرقي معالجتها. ويتطلع المخرجون السعوديون لإخراج القصص السعودية إلى العالمية من خلال أفلامهم. عزيز فهمي لبرنامج يا هلا Los Angeles. نبدأ معكم فقرة الرصد الصحفي بمقالاتنا الثلاث المعتادة، المقال الأكثر قراءة على مواقع الإنترنت والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات، بالإضافة إلى المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من الصحافة السعودية. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الوطن للكاتبة عزة سبيعي بعنوان هل السعوديون لا يعرفون معنى تعنيف امرأة؟ تقول في انتخابات الجمعية السعودية في جامعة ريدنج، وبينما كانت فتاة سعودية تقدم مداخلة، صرخ شاب طالب دكتوراه سعودي بجملة سكت الحريم. في الحقيقة التفتنا نحوه نحن السعوديات وصمتنا كعادتنا دائما التي تربينا عليها، ومضينا نناقش ما حدث دون اتخاذ إجراء قانوني ضده. في الحقيقة هذا الطالب لا يعرف أن ما قاله هو نوع من أنواع العنف اللفظي، بل لا أشك أن كل المعنفات التي نسمع كل يوم قصصهن يتعجب إخوتهن أو آباؤهن من اعتبار هذا الضرب عنفا، بل سيخرج لك آلاف الحجج ليثبت لك أن ما قاله أو فعله نوع من التأديب. هذه الثقافة بقيت راسخة وتمددت رغم عشرات الإثباتات عن أنه صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدا رغم ارتكاب زوجاته الأخطاء، لكنه بقي رجلا حقيقيا يوقن في داخله ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن
إلا لئيم. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة عكاظ للكاتب عيسى الحليان بعنوان خطة المملكة للطاقة الشمسية 2030، يقول: أصيفت دوائر وأسواق الطاقة العالمية بالصدمة والاندهاش في أعقاب الإعلان عن مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030، مؤكدين أن ضخامة هذا المشروع يمكن أن تنقل المملكة من دولة مصدرة للنفط الخام إلى دولة مصدرة للطاقة البديلة. فيما أشار كبير محللي الطاقة في إيكونوميست إلى أن الرهان الضخم على المصادر المتجددة في المملكة، والتي تمثل الطاقة الشمسية رأس الحربة في برنامجه، سوف ينقل السعودية من مرحلة الوقود الأحفوري إلى الطاقة المستدامة بسرعة غير مسبوقة. أما وكالة بلومبيرغ فقد أوردت مقارنة بين مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة في العالم أوفر توب بروجيكتس التي أعلنت هذا العام وبين هذا المشروع من حيث الحجم، قائلة إن أكبرها يقع في أستراليا، فهل تتحول المملكة إلى أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم مثلما كانت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام؟ المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة الجزيرة للكاتب سعد الدوسري بعنوان أجانب الاتصالات، يقول: في أحد مجمعات الاتصالات تحدثت مع مجموعة من الشباب السعوديين الذين اختاروا العمل في بيع وصيانة الجوالات بعد أن تم توطينها، وكانت هموم هؤلاء الشباب متشابهة، فالعمالة لا زالت تسيطر على هذا الاستثمار بشكل غير مباشر، والتسهيلات التي يحتاجون لها لا يتم تقديمها لهم. أحد الشباب قال لي بالحرف الواحد: أنا على وشك أن أصفي المحل، ولا أظن أن أحدا سيتقبله مني، أظن أن على وزير العمل أن يشكل فريق عمل للالتقاء بنخبة من شبابنا وشاباتنا الذين اختاروا الاستثمار في هذا المجال، وأن يستمعوا لكل مشاكلهم بالتفصيل وأن يضعوها على طاولة الوزير لإيجاد حلول عاجلة لها، وإن لم يحصل ذلك فإن مجمعات الاتصالات ستعود مرة أخرى للعمالة الأجنبية. نواصل رصدنا الصحفي لأخبار السعودية، ولكن هذه المرة بلغة الأرقام. مئتين وخمسون عينة بيولوجية يوميا بالطب الشرعي، تسع اشتراطات فنية لخدمة 17,000 مستفيد بالتأهيل الشامل، 1,257 اتحادا سكنيا في السعودية تشرف على 37,000 وحدة، 32.5 مليون نسمة في السعودية بنهاية 2017 بنمو بلغ 2.52%، 19 لائحة مواصفات للقطاعات الانتاجية في برنامج سليم تغطي 5,000 منتج. الجرب ينتشر في مدارس مكة، لماذا وما الحلول وما الموقف منه حتى الآن؟ هذه التفاصيل نعرفها بعد الفاصل. الجرب ينتشر في مدارس مكة، هذه ليست مبالغة، الإحصاءات تؤكد ذلك والأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة خير دليل، ولكن لماذا انتشر وماذا فعلت إدارة تعليم مكة تجاه تعدد الحالات، وكيف سيتم تجاوز هذا الموضوع؟ نحاول في أهلا خلال الدقائق القادمة أن نوضح الصورة كاملة منذ بداية الحالات حتى اليوم، وللحديث عن هذا الموضوع يسعدني أن تنضم إلي من استديوهاتنا في جدة المشرفة التربوية سابقا والكاتبة بصحيفة مكة الأستاذة فاتن حسين، كما سينضم إلي عبر الهاتف إن شاء الله خلال الحلقة الأستاذ حمد العتيبي متحدث صحة مكة ومتحدث التعليم الأستاذ مبارك العصيمي، بالإضافة إلى عبد الله الزهراني وهو ولي أمر أحد الطلاب المصابين. أستاذة فاتن حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة. أستاذة فاتن، متى بدأت الحالات في مدارس مكة؟
الحقيقة يعني نحن ما سمعنا غير في خلال الأسبوع هذا يعني عن الانتشار الحالات، ولكن يبدو أنها هي منتشرة من قبل كده طبعا، ولكن كان في تعتيم وتكتم على الموضوع. يعني الحقيقة ما ظهرت الأنباء غير في هذا الأسبوع تقريبا من بداية الأسبوع هذا. فالحقيقة التكدس يعني في المدارس عندنا مشكلة كبيرة، لأنه أعداد الطلاب والطالبات بيزيد عن الطاقة الاستيعابية اللي هي تتحملها الفصول، ناهيك عن أحيانا بتكون فترة وفترتين وثلاثة فترات في اليوم. فهناك يعني بيمر عشرات الطلاب والطالبات على نفس المقاعد وعلى نفس الأماكن، هذا فضلا عن الازدحام اللي بيصير. طبعا هذا الازدحام بيشكل احتكاك، بيشكل تنفس، بيشكل عرق، بينتقل من شخص لآخر. طبعا كل هذه الأشياء عوامل الحقيقة بتساعد على انتشار المرض. المرض بيكون احتضانه وحسب ما قرأت يعني عنه إن هو 4 إلى 6 أسابيع، مع أن هذا إن هو المرض ليه فترات يعني طويلة قبل كده، مو بس هذه الأيام اللي ظهر، ولكن الظهور عليه والتكتم عليه يعني هذه الحقيقة يعني خطأ كبير. من قبل مين يعني التكتم؟ من قائدات المدارس، قائدات المدارس على أساس إنهم هم لا يسيئوا لسمعة التعليم، وطبعا مؤشر الأداء لا ينقص في تقييم المنطقة. فهذا التكتم اللي حدث يعني أدى إلى انتشار المرض. طبعا عندنا كما يقال 264 حالة، بينما في لا لا الإحصائية أكثر من كذا بتقول إنها هي وصلت 619. نعم الإحصائية المعلنة 619 حالة. 619 حالة أيوه. إي بس بسألك أستاذة فاتن، نعم. أنت تكلمتي أنت تكلمتي مع أي مديرة مدرسة عن الموضوع؟ لا الحقيقة أنا مشرفة متقاعدة، ولكن لي صلة بالتعليم وأعرف كثير من المشرفات والمديرات والطالبات أتعرف عليهم. يعني هم ظهرت أول ما ظهرت في الجاليات، طبعا إحنا عندنا الجاليات كبيرة في مكة وهذه لها سنين طويلة موجودة في مكة، ومنها الجالية البرموية هي أكبر جالية موجودة في مكة، وطبعا لها يعني أكثر من 60 أو 70 سنة هم معانا. والحقيقة ما قد ظهرت هذه الأمراض اللي هي متفشية الآن. فالتكدس الآن هو يعني الشيء اللي هو خلى المرض هو ينتشر بصورة أكبر مما كان يتوقع. طيب له أستاذنك في أني أخذ اتصال الأستاذ عبدالله الزهراني، وهو ولي أمر أحد الطلاب المصابين، وهو يعني إعلامي ورئيس تحرير صحيفة مكة الإلكترونية. أستاذ عبدالله حياك الله معنا في أهلا. الله يسلمك أخوي مفرح، يا هلا وسهلا فيك. حدثنا عن إصابة ولدك، متى صارت وش اللي صار بالضبط معها يعني؟ أول شيء أحييكم يعني وأشكركم على تناول هذا الموضوع المهم. الحقيقة يعني منذ بدأ يعني الإعلان عن ظهور المرض وتأكيد إدارة تعليم مكة المكرمة على وجوده في المدارس، للأمانة غيبت الإبن في أول يوم اللي هو كان يوم الأحد. واطمأننت للبيان أصدرته صحة مكة المكرمة إنه تم السيطرة على المرض، فاطمأننت أنا والأهل وقلنا خلاص اليوم نروح المدرسة اليوم الاثنين، وفعلا راح اليوم المدرسة متعافي ما في شيء ولله الحمد. على الساعة 11 تقريبا تلقيت اتصال من إدارة المدرسة تفيد بأن الإبن مصاب بالجرب وطلبوا حضوري. قلت طيب ما عندكم دكتور، ما عندكم إسعافات أولية، ما عندكم يعني إجراءات حسب ما نسمع التعليم إنه عندهم يعني ماخذين احتياطاتهم؟ قالوا والله ما عندنا شيء، تعال خذوا وروحوا على المستوصف. طبعا أنا كنت برا مكة المكرمة واضطريت إني أرجع إلى مكة المكرمة، ما جيت إلى متأخر بعد صلاة الظهر، وذهبت إلى المستوصف وفعلا تم الكشف علي وأكد الطبيب إصابته بالجرب، والحمد لله على كل حال. وهذه ما هي المشكلة يا أخي مفرح، المشكلة قبل كذا يعني ظهر مرض الإيدي في نفس الجالية البرماوية، والآن مرض الجرب. يعني السؤال يطرح نفسه، ماذا يحدث في الأحياء العشوائية؟ هذا السؤال المهم بالنسبة لنا كمواطنين في مكة المكرمة. يعني كنا نتمنى من إدارة التعليم أن تتفاعل مع هذا الحدث الكبير ويكون لها دور كبير، لكن وجدنا التعتيم الإعلامي الكبير وتوارع عن الأنظار، ولم نشاهد مدير التعليم إلا وأنا أعتقد إذا تتفق معي أستاذ عبد الله أنه بغض النظر عن ظهوره في جالية أو عدم ظهوره، وجوده في المدارس في مدارس مكة أصلا يعني يطرح مليون تساؤل على إدارة تعليم مكة، وإحنا ننتظر إجاباتهم. بسألك عن مدرسة ولدك الآن،
هل هناك إصابات بين زملاء الطلاب؟ نعم، الطبيب أكد أن المدرسة اللي جوا بس من الطلاب 18 طالب اليوم فقط. إيه؟ الإحصائية اللي نشرتها الصحة اليوم 619، يعني لم تكتمل، يعني إحصائيات اليوم لم تدرج في البيان، هذه تصريحات من أمس. يعني أنت الحين أنت من خلال معايشتك للموضوع، الحالات في تزايد؟ طبعا في تزايد، وللأسف الشديد هم قالوا أمس في بيان وتم السيطرة عليه، وفي جنوب مكة الإبل يدرس في شرق مكة المكرمة. أتواصلنا مع الأخوان، أقل شيء يمكن تعليق الدراسة، يعني حفاظا على سلامة الطلاب وعدم استنزاف الصحة. وش قالوا لك يوم تواصلت معهم؟ التعليم لا حس ولا خبر. وبالمناسبة التعليم تواصل معهم في مرض النكافة العام الماضي أحد الزملاء المحررين، وتم تهديده بالشكوى. مين اللي هددوا؟ التعليم يهدد محرر صحفي العام الماضي عندما تواصل معهم عشان مرض النكاف الذي كان في مدارس مكة المكرمة، وأنا شخصيا وقفت معاه مع مدير الشؤون الصحية السابق ومدير الإدارة المدرسية السابق، وكلهم أكدوا وجود المرض ووجود حالات مؤكدة، وذهبوا إلى المدارس والتعليم تعتيم على الموضوع، ولا من شاف ولا من جري. إن جيت تكتب أو جيت تنتقد هددوك بالشكوى للشرطة، وهددوك يعني للأسف الشديد دور التعليم والإعلام التربوي تحديدا، يعني يجب على وزير التعليم أن يعيد النظر في الإعلام التربوي في مكة المكرمة. للأسف ما هو قد الحدث، دائما يغيب على الأمور أو يا الأمور الآن في ضغط نفسي لا يعلم، يروح أبنائنا أو لا يروح، خاصة بعد ما تم تعليق مدرستين، المدرستين اللي تم تعليق الدراسة فيها لم يفصح عن أسمائها ولا عن الأحياء التي موجودة فيها. أنت كولي أمر ما تدري هل المدرسة اللي فيها ابنك فيها هذا المرض أو لا. طيب للأسف الشديد. طيب أستاذ عبد الله، الحين العلاج الطبي كيف صار مع ولدك لما وديت المستشفى؟ وش العلاج اللي يتناوله؟ قالوا لك الموضوع بسيط ويعدي، ولا عدواه كبيرة، ولا وش الحكاية؟ والله قالوا خلاص مصاب بالمرض، أعطوه مرهم. أعطوه مرهم من علبة واحدة. وقالوا يعني الدهن فيه مدة 5 أيام. قلت هذه العلبة ما تكفي يوم واحد إذا كان على طول تبغانا. قالوا والله للأسف الشديد هذا الدواء الموجود عندنا الآن، وإن شاء الله بتجينا شو اسمه مجموعة وتجينا بعد يومين ونعطيك. وطلبوا إنه يعني إيش للأسف الشديد ما هو متوفر العلاج؟ هو متوفر بس إنه قليل جدا، يعني على حسب كلام الصيدلي إنه ما يكفي الحالات اللي جاية مستقبلا، يعني عندهم هم زي ما تقول يعني محتاطين لحالات مستقبلية. كم يوم قال لك؟ كم يوم قال لك الدكتور ويتعافى إن شاء الله ولدك؟ يعني 3 أيام يقول استخدموه إن شاء الله ويكون في عزل. طبعا العزل بسيط عند مدير التعليم، يقول لك اليوم في تصريح يقول لك إنه جرب مثل الزكام مثل الإنفلونزا بكل بساطة، يعني يتكلم. والعزل يعني بالنسبة له يعني شيء طبيعي، يعني ما هو حاسس للأسف الشديد بالمواطنين وبالمقيمين. نعم. والحالة الاستفارية اللي هم فيها. أستاذ عبد الله، نتمنى لولدك ولكل زملاء والمصابين الشفاء والعافية. شكرا جزيلا لحضورك معنا في أهلا. أرجع لك أستاذة فاتن، تكلمت على موضوع التكدس، وش أبرز الأسباب الأخرى اللي تتوقعين إنها سبب في انتشار حالات الجرب في مدارس مكة؟ يعني الحقيقة هم الفئة هذه البرموية هم يعيشوا في مستويات فقيرة جدا. يعني الأستاذ عبد الله الزهراني بيقول إنه هو أخذ ولده إلى الطبيب وأعطاه الأدوية. هذه الفئة فئة فقيرة جدا، ربما هي لا تملك سعر الدواء أو تذهب إلى الطبيب. يعني لابد أننا نحن نعيد النظر في النظر لهذه البيئات التي يعيش فيها هذا المجتمع هنا. المجتمع البرماوي في بيئات فقيرة جدا وتحتاج إلى عناية خاصة، تحتاج أنه مثلا رجال الأعمال لماذا لا يعمل صندوق في مكة لدعم هذه الفئات؟ الفقراء منهم جدا فقراء، يعني أنا أقول يمكن تحت خط الفقر، ربما لا يملك قوت يومه، فكيف سيذهب ويعالج ابنه؟ إذا هنا هذه البيئات تحتاج إلى نظافة، تحتاج إلى أيضا أمانة العاصمة المقدسة، يعني تهتم بالحواري حقتهم. الحواري جدا جدا، يعني أنا كنت كمشرفة وأدخلها. طيب. الله أكرمكم، مجارس الصحية، النفايات، لابد إنهم حتى لو منهم هم يكون في فئة اللي هي تخدم هذه الحواري. طيب. وتنظفها النظافة. نعم. ثم النظافة لهذه الأحياء. أنا أستاذ
منك أني أخذ معي أيضا اتصال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي. أستاذ مبارك حياك الله معنا في أهلا، شكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. العفو، هلا بك أخوي مفرح وبالأخوة المتابعين الكرام، وشكرا لكم أيضا أنتم على طرحكم هذه الموضوعات وهذا الحوار الجميل. أهلا بك. السؤال الكبير اللي يلاحق إدارة تعليم مكة ووزارة التعليم بحكم أنها المسؤولة عن المدارس، لماذا انتشرت حالات الجرف في مدارس مكة؟ والله ربما يكون هذا السؤال هو الحقيقة الذي تبحث عنها الآن اللجنة الصحية التعليمية، أيضا الممثلة أيضا من إمارة منطقة مكة المكرمة، هو كيف يعني نشأ هذا هذه الحالة وأين بدأت وما وضعها حقيقة. الآن مع الوزير دكتور أحمد العيسى ومع الوزير الصحة في حقيقة تواصل مباشر بينهم، والعمل يعني هو على الإجابة على كل الأسئلة الحالية التي ذكرتها أستاذ مفرح وغيرها حقيقة. متى نتوقع أنه تظهر النتائج؟ أكيد طبعا ما دام أنه الموضوع يعني حتميا يعني هذا الاهتمام القائم الآن من وزارة الصحة الآن ومن التعليم والإمارة مكة، بحتما لا بد أن يحدد كيف ظهرت هذه الحالات وأين ظهرت وكيف التعامل معها. الوزارة طبعا مباشرة عملت خطوات سريعة حقيقة في بعد ما ظهرت الحالة واكتشاف الحالات الأولية للمرض، طبعا بالتنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، علقت الدراسة حقيقة في عدد من المدارس التي اكتشفت هذه الحالات في حدود يعني 33 مدرسة تقريبا. 33 مدرسة؟ اي نعم، هذا تقريبا تم التعليق فيها او التعامل معها لطبعا معالجة الوضع فيها وتأكد من الحالات الموجودة فيها. طبعا من متى الى متى سيستمر التعليق استاذ مبارك؟ لا بعضها استؤنفت ستعود فيه لأنه حتى عملية التعليق ومدتها ووقتها تخضع حقيقة للإرشادات وتوجيهات الصحية، لأن ذكرت أنه شكلت لجنة حقيقة بشكل مباشر من الشؤون الصحية في مكة المكرمة، وكان هناك فريق صحي وفريق يعني فرق علاجية وقائية بشرف مختصي من الوزارة، بالإضافة إلى فريق من وزارة التعليم وأيضا مثل من إمارة مكة المكرمة، ويعمل على أنه ما الخطوات التي تتخذ وتخذ الحقيقة في هذا الاتجاه، وعملية التعليق في المدارس هذه تحددها اللجنة حقيقة، إذا لأنه الرأي الصحي طبعا هو الآن هو السائد الآن هو الذي يؤخذ به الآن. نعم. طبعا مدير تعليم مكة مباشرة شارك وهو عضو في اللجنة الآن ويعمل حقيقة مع الجهات اللي لها علاقة في الموضوع، هناك تنسيق كامل حقيقة من الجهتين. نعم. هنا إدارة التعليم الآن تقوم الآن بوضع برنامج أيضا الآن برنامج تثقيفي للطلاب وأولياء الأمور بأهمية النظافة. طيب في كلام يا أستاذ مبارك في كلام على أنه تكدس الطلاب في مدارس مكة هو سبب في الانتشار السريع للجرب بينهم، وش تعليق الوزارة على هذا الموضوع؟ لا أعتقد أنه قضية التكدس، يعني الحالات الأمراض المنتشرة بحالات أحيانا الأمراض البسيطة هي اللي قابلة للانتشار ممكن تصير في أي بيئة حقيقة، ولا أعتقد إنه يعني كيف نقش التكدس هذا، يعني عدد الطلاب في الفصول دائما أرقامها محددة وتتناسب مع مساحة الفصل نفسه الدراسي، وكما أشرت لك يعني إنه ليست القضية إنه انتشر في هذا العدد في هذا المكان، لكن هو من أين بدأ وأين وكيف وصل دخل إلى بيئة المدارس، وهل هو في المدارس فقط أو أيضا أنه موجود في خارج المدارس في أسر وفي منازل كذا، هذا اللي أنا اللجنة الصحية تعمل عليه. نظافة المدارس أستاذ مبارك حولها كلام كثير وتساؤلات كثيرة، خاصة في المدارس اللي فيها دراسة صباحية ومسائية وتعاقب طلاب على نفس الطاولات والكراسي، أيضا كيف ترد الوزارة على هذا الموضوع؟ هناك جهد كبير حقيقة في عملية النظافة، الزملاء يعني قادة المدارس يبذلوا جهد كبير جدا في عملية النظافة. أنا معك أنه تعاقب الطلاب على المدارس اللي فيها يعني فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، وهذه مدارس عندنا في بعض المدن وعندنا حتى في بعض مدارس الحد الجنوبي نتيجة للظروف الحد الجنوبي، لكن مأخوذ في الاعتبار فعلا أنه بين هذه أنه يكثف عمل النظافة بين هذه في هذه المدارس وفي هذه الفترات بين المراحل بين الفترتين مأخوذها بالاعتبار حقيقة هذا الموضوع، وقادة المدارس بذلوا جهد كبير يعني. بس في قصور ولا ما في؟ بكل شجاعة وصراحة في قصور في عمليات النظافة في المدارس؟ أنا لما أقول في قصور معنا قصور في الجهد الزملاء، لكن العمل لا أعتقد أن هناك قصور حقيقة في هذا الموضوع، هناك جهد يبذل في هذا الموضوع
في جهد كبير حقيقة. طيب الآن مع زيادة الحالات بتعلقون كل مدرسة تكتشف فيها حالات ولا إيش التصرف؟ أكيد أنه ما تنصح بهذه اللجنة المشكلة من الجهات المختلفة، ما تنصح بها اللجنة ستنفذها أكيد، وزارة التعليم ستوجه بتنفيذهم على الوزير، وجه طبعا بالمدير التعليم منطقة مكة المكرمة بأن يكون عضوا في هذه اللجنة، وما تنصح به فعلا اللجنة الصحية لأنه كما أشرت لك أنه الموضوع الآن هو جانب صحي، يعني حجم الانتشار، الحالات المشتبه فيها، الحالات الحقيقية كيف بتعاملوا معها علاجيا، الخطة الزمنية العلاجية للموضوع، الخطوات الوقائية، الوزارة ستسهم بالدورة الذي يعنيها، لكن تحديد هذه الأشياء وتشخيصها بشكل دقيق طبعا هو جانب صحي، وبطبيعة الحال الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة هي تتولى هذا الموضوع. جميل. وإحنا تنسيق دارج، وأعتقد أنه فرح أنه مباشرة تشكيل اللجنة من هذه الجهات بشكل مباشر، وتحت أيضا متابعة معالي الوزير وأيضا إمارة مكة موجودة في هذا الموضوع، أنه إن شاء الله كفيل بسرعة إنهاء هذا الموضوع. نعم. واتخاذ الخطوات المناسبة هو الأهم شيء فعلا، أنه يكون في هذا التنسيق المباشر ومباشرة الموضوع. نعم. واتخاذ الخطوات الوقائية والعلاجية. نعم. وهذه تم اتخاذها هو حقيقة الوقت انتهى معي، بس سؤال أخير يعني ودي أسمع إجابته منك، أنه الناس في تويتر وفي العائلات وبينهم تكلموا من وقت مبكر عن انتشار المرض، لكن تدخلات الوزارة والصحة ما جات إلا في وقت متأخر، ليش؟ لا يمكن أن نقول إنه إن الوزارة يعني اكتشفت إنه اكتشف حالة معينة في مدرسة وأنا اللي متخذ الإجراء فيها، اتخذ يعني إذا كانت حالة مثلاً ظهرت بطبيعة الحال أيا كان نوع الحالة تحال الجهات الصحية، ولو ثبت يعني أن هذه الحالة هي حالة حالة وضع مثلا وفي هذه المدرسة، الجهات الصحية مباشرة حتى هي تتواصل وتقوم بدورها في هذا الموضوع وتبدأ تبحث مع وزارة التعليم، يعني ليس الوضع الجوانب الصحية مرتبط بس بالتعليم فقط، يعني الحالات هذه إذا راجعوا فيها الإدارة الصحية والمستشفيات بطبيعة الحال هي تبلغ إدارة التعليم هذه الحالة هي كذا وموجودة في المكان الفلاني وتبدأ الإدارة التعليم تعمل عليه. أستاذ مبارك العسلمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. مدري شباب متحدث الصحة جاهز ولا أروح للأستاذة فاتن؟ طيب أستاذة فاتن، سمعتي حديث متحدث وزارة التعليم، وش تعليقك؟ الحقيقة هو بيقول يعني أنه التكدس ما يسبب المرض، لا التكدس بيسبب المرض لو في عندنا فعلا تكدس، الفصول بيوصل فيها عدد الطلاب إلى 45 و50 طالبة أو طالب في الفصل، هذا التكدس يعني الحقيقة بيضر بالصحة والبيئة العامة، ما عندنا تهوية في الفصول جيدة بالخص في المباني المستأجرة، ما في تهوية، ما في دخول للشمس تقتل الجراثيم والميكروبات، أنا أقول لابد أنه من العزل وتعليم الدراسة لأسبوع أو أكثر، ويتم تطهير الأماكن بصورة جيدة والتأكد من سلامتها البيئة قبل دخول الطالبات مرة ثانية لها، حتى على الأقل نعطي اطمئنان لأولياء الأمور بأهمية نظافة المكان، وطبعا هم الآن في حالة خوف وعلى أبنائهم وهذا من حقهم يعني. ثانيا شيء يعني لو إننا نحن الحقيقة نركز على متى نستغني عن المباني المستأجرة التي هي فعلا الفصول ضيقة جدا وتكدس بحيث التنفس يصير. بنيجي الموضوع المدارس المستأجرة، بس خليني أستقبل معي بعد إذنك على الهاتف متحدث وزارة أو المتحدث الرسمي للصحة بمنطقة مكة الأستاذ حمد العتيبي. أستاذ حمد مساك الله بالخير، ليتك تزودنا عن آخر إحصاءات صحة مكة حول الحالات. اهلا وسهلا استاذ مفرح، مسيت بالخير والساده المشاهدين ولضيفتك الفاتن في استديوهاتكم. إيه؟ في البدايه الاخر الاحصائيات ارتفعت الاحصائيه الى 619 حاله مصابه. إيه؟ طبعا هذه الاحصائيه تعد نسبه ضئيله بالنسبه لو قارناها بعدد سكان منطقه مكه المكرمه اللي تقريبا يصل الى 1 مليون شخص. إيه؟ الوضع بشكل عام اخوي مفرح مطمئن إن شاء الله، لأنه هذا المرض مرض الجرب هو مرض غير مخيف، وأيضا هو غير مخيف لأنه مرض سطحي يصيب الجلد. طيب الجلد من الخارج ولا يصل أيضا للأعضاء الأخرى. طيب بس أسألك وجاوبني بصراحة، يعني بحكم أنك متحدث صحة، مدير تعليم مكة يقول أنه الجرب مثل الزكام، هذا الموضوع صحيح؟ والله شوف الجرب ما هو إنفلونزا عشان إحنا نقول مثل الزكام، أو ما هو يعني يصيب الأجزاء الداخلية، زي ما قلت لك أن الجرب يصيب الجلد من الخارج، وأيضا هناك في مركبات فاعلة تستخدم لعلاجه ولا تتجاوز
3 أو 4 أيام مدة الشفاء وأيضا جميل. مراهم. شكرا. نعم شكرا لك. بس حبيت بس أضيف إنه إن شاء الله إنه الأمور تحت السيطرة وفي تنسيق مشترك بين صحة منطقة مكة وبين تعليم مكة. نتمنى للأهالي وأيضا للزميلة اللي طلع معكم في المداخلة الأستاذ عبد الله الزهراني نتمنى لابنه الشفاء العاجل بإذن ونحب الله. نطمنه إن شاء الله إنه الموضوع بسيط يعني لا يتجاوز 3 أو 4 أيام بتماثله للعلاج وقرص واحد أخوي مفرح لازم أنوه إنه أحيانا استخدام قرص واحد قد يكفي يعني للشفاء ما يحتاج استخدام علبة بنعم أو لا قبل ما أودعك أستاذ حمد ما عندي وقت والله هل العلاج متوفر بشكل كافي؟ العلاج متوفر والأخت فاتن قبل شوية نوهت إنه في بعض المصابين من ذوين الدخل المحدود قد لا يستطيعون تحمل شراء ثمن الدواء أحب صحيح. أقول أن الصحة وفرت الدواء بالمجان في جميع المرافق الصحية لكل الناس ما طيب. عندنا أحد معين. شكرا لك أستاذ حمد العتيبي على هذا الإيضاح. شكرا للأستاذ مبارك العصيمي على مداخلته والأستاذ عبدالله الزهراني وأيضا لضيفتي من جدة أستاذ فاتن حسين شكرا جزيلا لك ولانضمامك وحديثك معنا عن هذا الموضوع. كان هذا الحديث عن حالات الجرب المنتشرة في مدارس مكة حقيقة اللي أتمناه أن وزارة الصحة ووزارة التعليم يكثفوا الجهود في هذا الجانب والنقطة الثانية أنه تكون هنالك إجراءات واضحة وصريحة للأهالي بالدرجة الأولى يا جماعة المدارس الفلانية معلقة وفيها حالات ولا يروحوا أولادكم لها أي تكتم أي تعتيم أي مداراة لمثل هذا الموضوع ليس في مصلحة أحد نهائيا. شكرا لضيوفي في هذه الحلقة شكرا لمتابعتكم وبعد الفاصل الزميلي حلامير يلتقيكم في أهل الليلة وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.